بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. لا فيديو تاع اليوم فيها وصفة خفيفة ظريفة، وصفة لوبخاليني اللي هو يعني عجينة تاع المكسرات مخلطين بالسكر، يعني هذا هو المعنى المبسط تاع كلمة بخاليني. في هاد لا فيديو حنخدم معاكم لو بخاليني تاع البيستاش وتاع اللوز، ودرتهم بابسط طريقه، دونك تبعوا معايا لا غوسيت حتى الاخير، ان شاء الله تعجبكم. وتوروا لي تطبيقاتكم في الجروب ديالي في الفيسبوك وصفات شهرزاد. نبداو بلو بخاليني تاع البيستاش. عندي هنايا 140 غرام بيستاش، نحطوه في الفوغ على 150 درجه هكذاك، ولا انا شخصيا البيستاش نشعل الفوغ على اقصى درجه ويسخن مليح، نطفيه باش نحط البيستاش فيه يتحمص مليح. جامي نحمص البيستاش والفوغ شاعل باش ما يتحرق ليش وما تروحش لا كولور ديالو هذيك الشابه، باسكو حنا اصلا البيستاش اللي نشروه في بلادنا ما يجيش خضر شباب، راهو يجي بزاف اللون ديالو فونسي. هذه فوالا ملاحظه. دونك من جهه واحده اخرى نجيب كسرونه. عندي هنايا 70 غرام سكر عادي، ندير له 20 غرام ماء ونحطه فوق نار هادئه باش ندير ان سيرو 118 درجه. انا ما نستعملش مام با يعني لو ثيرمومتر، المهم نديرو سيرو ثقيل، الفقاعات ديالو هادو كيولوا بزاف كبار كيما راهو يبان لكم في لا فيديو، كي تحسوا هكذا ثقال وهذوك الفقاعات كيما قلت لكم يولوا بزاف كبار يبدا يغلي، نزيد عليه هذاك البيستاش ديالي اللي كنت حمصته ونبدا نحرك هكا من الاحسن من غير فتح على حطب. نخلط كامل هذاك البيستاش مع هذاك لو سيرو حتى يتغلف لي كامل البيستاش، نقعد نحرك حتى تشوفوا باللي هذاك البيستاش تغلف كامل بهذاك السكر، ولات شغل طبقه رقيقه تاع هذاك السكر غلفت كامل البيستاش ديالنا. هنايا طفوا النار تحبسوا عليه، فوالا شوفوا كيفاش يجي. ما تقعد لكم شويه السكر في الكسرونه يعني ما تقلقوش، عادي هكذا الشكل ديالو يكون. ندوه ديريكتومون من الكسرونه هكذاك وهو سخون، نحطوه في الروبو ديالنا. المهم نحطو هاد البيستاش ونزيدو عليها 30 غرام بيستاش مرحي، نزيدو تان باتاغوم غو بيستاش، تزيد لنا تعاوننا بوكو بلوس في لا كولور، يعني ماشي على جال الذوق، انا نزيدها على جال لا كولور باسكو الذوق تاع البيستاش يعني يجي باين. هذه هي، ونبداو ندورو لو روبو ديالنا. هنايا نصيحه برك، لازم يكون الروبو ديالكم يعني قوي باش هكذا ما يخسر لكمش، وتان باش تحافظوا على الروبو ديالكم بداو ديروا غير بشويه كشغل تمشيوه وتحبسوه تمشوه وتحبسوه حتى يبدا يترحب، باسكو كيما تعرفوا راهو هذاك البيستاش كاراميليزي، هذيك الطبقه تاع السكر راهي يابسه، دونك تخافوا على الروبو ديالكم. المهم باش تحافظوا عليه مشوه شويه وحبسوه، مشوه شويه وحبسوه، واشاك فوا لازم تحلوا الروبو وتطموا هذوك اللي نطم لكم هكذا في الاطراف، طموهم بالان سباتول ولا، وتعاودوا تغلقوا وترحيو. هنايا شوفوا كيما راه يبان لكم في الصوره، في هذه المرحله نسموه بخاله، كيكون هكذا مفتفت. هنايا نزيدوا ربع مغارف كبار زيت عادي ونكملوا نرحيو. قلت لكم كي نكملوا العمليه هذه تاع نرحيو لو بخاله باش يولي لنا بخاليني، هذه برك معلومه زايده. هنايا ثاني حبيت ملاحظه، بون الغوبو الكبير هذاك يشد وقت بزاف، يعني ديروا في بالكم بلي لو بخاليني باش تخدموه يشد لكم الوقت باش يطلق هذاك المكسرات يطلقوا الزيت ديالهم، دونك انا جو بريفير نخدم في هذه الرحايه الصغيره. سي فري كنخدم بكونتيتي صغيره، كل خطره نحط شويه كميه صغيره ونزيد نعاود كميه واحده اخرى، بصح تشد لي وقت اقل من الروبو الكبير، سورتو اذا كانت الكميه من الاول ديجا شويه صغيره. دونك انا نكمل نخدم بهذه الرحايه تاع القهوه كيما قلت لكم، شوفوا كيفاش يتشكل لي عجينه. هذه هي، هذا هو لو بخاليني تاع البيستاش يكون واجد. هنايا نجوزو نديرو لو بخاليني تاع اللوز. عندي هنايا 300 غرام لوز، نحطهم يتحمصوا في الفوق على 150 درجه، نحمصوا اللوز نحمصوه عادي ما فيش مشكل. من جهه واحده اخرى نديرو في كسرونه، نديرو 150 غرام سكر عادي، نشمخهم هكذا بشويه ماء ونحطهم فوق نار هادئه. هنايا نديرو كراميل عادي، كراميل اسيك، دونك يدوب لي كامل السكر ويمد لنا هذا اللون، يعني ديروه شويه فونسي باش لو بخاليني تاعكم يجي اللون ديالو شباب. نرمي عليه هذاك اللوز اللي كنت حمصته، وكيف كيف بريسك لو ميم برينسيپ، نحركو مليح هذاك اللوز مع لو كراميل ديالنا حتى يتغلف كامل بهذاك لو كراميل، ونرفدوه ديريكتومون نحطوه فوق بابيي
كويسون. هنا لازم لكم لو بابي كويسون، نحطوه فوق لو بابي كويسون ونسيوه هكذا، نديرو طبقه رقيقه باش هكذا من بعد نسهلو على الروبو. نستناو هكذاك شويه تلقاوه تمتم يبرد وتمتم يجمد يعني، ومن بعد نفتتو هكذا شويه بيدينا ونحطوه في الغوبو في الميكسور، ونكملو كيف كيف بنفس الطريقه. نشعلو لو غوبو ديالنا غير بالعقل، خطره مور خطره هكذا، اشاك فوا نديرو شويه ونحبسو حتى يتفتت كامل هذاك اللوز والكراميل. ومن بعد نقعدو نرحيو في اللوز ديالنا حتى يطلق كامل الزيوت ديالو ويولي لنا عجينه، يولي لنا بخاليني. هنايا كيف كيف انا استعملت هذيك الرحيه تاع القهوه. هنايا انا واش ندير، نفتتو مليح في الغوبو باش نحطو في الرحيه تاع القهوه، باسكو هذيك الرحيه تاع القهوه فراجيل ما تقدرش ترحيه من الاول. يعني انا كي يولي لي بخالا نحطو في الرحيه تاع القهوه باش يولي بخاليني. هذه هي، ويكون لو بخاليني اموند ديالي واجد. هذه هي لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ولي سقسيو على الاستعمالات تاع لو براليني، يعني عنده استعمالات بزاف سورتو في لا باتيسري، يتحط في لي كريم في لو فوراج. دوك رانا نخدموا به ثاني لي غاتو سيك، لي غاتو بريستيج سورتو في الحشو. نقدروا نزيدوا هاد لو براليني في لا بات تاع لي سابلي ثاني، مدلهم ان غو بزاف هايل، مي بيان سور يقعد مكلف. حنا لي هادو المكسرات يتباعوا عندنا بزاف غالي، يعني ماهوش على بورتي دو تو الموند. وكاين تا لاباط هادي بيستاش ولا اموند راهم يتباعوا واجدين، يعني اللي ما يحبش يكسر راسو. مي بيان سور في الدار حيستقاموا لنا موان شير. كيما هنايا هاد لا كونتيتي اللي عطيت لكم تاع البيستاش، خرجت لنا تقريبا 200 غرام بيستاش، وتاع اللوز خرجت لي تقريبا 400 غرام تاع براليني تاع اللوز. هذه هي، نتلاقاو في الوصفه الجايه ان شاء الله.